اوكي، لابنا اليوم زي ما حكينا لاب نمبر 10 حيحكي عن الانهيريتانس وذ كومبوزيشن. احنا حكينا المره الماضيه عن الكومبوزيشن اللي هي ريليشن او بنسميها هاز ا ريليشن، لما يكون عندي اوبجكت من نوع كلاس جوا كلاس ثاني. فحكينا ممكن يكون عندي علاقه ما بين الكلاس والكلاسز اللي موجودين في نفس السيستم. ممكن تكون هاي العلاقه كومبوزيشن زي ما حكينا، انه يكون عندي اوبجكت موجود داخل كلاس ثاني، فهون نسميه inner object و outer object. العلاقة اللي حنتعلمها اليوم أو حنطبق عليها اليوم برضو هي علاقة inheritance، لكن الinheritance مختلفة عن الcomposition. بحكي إن الinheritance هي إنك تعمل class من class موجود أصلاً. طبعاً الهدف من الobject oriented هي to reuse the code، يعني بدل ما أضل أنا أكرر بنفس الحكي وأزيد وأعيد بأشياء أنا أصلاً already عاملها، لا بكتبها مرة واحدة وبستفيد منها. فالإنهيريتنس هي عبارة عن create a new class from existing class، يعني أنا لو بدي مثلاً أعمل class موجود فيها data members وموجود فيها functionات موجودة في class ثاني أصلاً، فليش أغلب حالي وأرجع أكررها؟ لا، بحكي له خليني أعمل inheritance ما بين الكلاس الجديد اللي أنا بدي أعمله والكلاس الموجود أصلاً عندي. في عنا هون في الinheritance كلاسين، واحد اسمه base واحد اسمه derive. الderive اللي هو مشتق من base أو اللي بيكون بناء على base، فهي العلاقة الثانية ما بين الكلاسز اللي هي علاقة inheritance. والمرة الجاية رح ناخذ العلاقة الثالثة اللي هي البوليمورفيزم. فنبلش بلاب نمبر 10 زي ما احنا متعودين. في عنا سؤالين، السؤال الأول براكتس حنحله سوا، والسؤال الثاني انتو بتحلوه لحالكو in lab زي ما احنا متفقين. مع نهاية اليوم بتسلموه على الـ e-learning، نهاية اللاب ان شاء الله رح نحكي عنه. question number 1 اللي هو الـ car class. هذا الـ class رح يكون فيه علاقتين. بالعاده بالريال سيستم حتشوفوا انه الكلاسز اللي موجوده في اي سيستم مش واحد ولا اثنين ولا عشرة، رح يكون عدد كبير من الكلاسز. وهي الكلاسز ما في ما بيناتهم علاقات الانهيرتنس والكومبوزيشن والى اخره. فمش بالضروره تكون العلاقه بس مع واحد كلاس، يعني ممكن كلاس يكون عامل انهيرتنس من اكثر من كلاس. واحنا بنعرف انه الانهيرتنس فيها منها انواع، في عندي single inheritance، في عندي multiple inheritance، في عندي multi-level inheritance إلى آخره. لكن إحنا هون للتسهيل بس قاعدين نتعلم أشياء basics، حناخد العلاقة ما بين two classes. فشوفوا شو بيحكي لنا السيستم هون. If you have the implementation for the two classes، في عندي class vehicle و class engine. vehicle يعني مركبة بشكل عام. طيب خلينا نبلش مثلا نتخيل ال vehicle على إنها object، رح يكون لها مجموعة من البروبرتيز زي شو؟ مثلا عدد العجلات، مثلا سرعة المحرك، عدد المقاعد اللي فيها، الوزن اللي بتتحمله إلى آخره. طيب إحنا في عنا برضو الكلاس اللي اسمه كار، في عنا الكلاس اللي اسمه باص، في عنا الكلاس اللي اسمه ترين، معناها المركبة في إلها برضو أنواع مشتقة منها زي الباص، السيارة، الطيارة. كلياتهم بيكون فيهم صفات مشتركة، لكن بيرجعوا كل واحد بيخصص مجموعة من الصفات إله لحاله. فعشان إحنا ما نكرر الصفات المشتركة ما بين هذول الفيكلز كلياتهم، شو بنعمل؟ بنحط كل الصفات المشتركة في كلاس واحد وبنبني الكلاسز الثانيين بناء عليه. فمن هون الفيكل هاي حتكون عبارة عن بيس كلاس أو أساس أنا ببني عليه. فإحنا هون نختارين نبني كلاس اسمه كار. هذا الكلاس رح يأخذ كل إشي موجود في الفيكل، فعندي علاقة inheritance ما بين الكار وما بين الفيكل. مين الأساس؟ مين الجنرال فيهم؟ الفيكل، معناها الفيكل بسميها بيس كلاس أو بسميها سوبر كلاس اللي هي الأساس أو الإشي الجنرال. لكن الإشي المخصص أو السبيشال اللي هو الكار، فالكار هاي بنسميها derived أو subclass مشتقة من الفيكل كلاسز. العلاقة بينهم بقرأها إنه الكار إذا فيكل، فالإذا هاي علاقة inheritance. فهون عنا إذا كانت العلاقة أنا بصفن بالكلاسين اللي عندي، فإذا قدرت أكون ما بيناتهم علاقة إذا فالعلاقة بتكون inheritance. إذا كانت العلاقة اللي قدرت أكونها هذا
فبتكون علاقة composition. مثل لو جيت حكيت لكم ال person وال student، هل بقدر أحكي إنه مثلا ال student has a person؟ لا، هو بالأصل person، فبنحكي ال student is a person، فالعلاقة ما بيناتهم inheritance. معناها هون إحنا بدنا نوسع تفكيرنا شوي، فبدنا نحاول نلاقي علاقات، نشوف مين هو البيس، مين هو الديرايف، شو هن الكلاسز اللي ممكن احنا نعملهم ونبني عليهم بحيث ان نقلل عدد او الكود ريدندنسي الموجود في البرنامج تاعنا. فمبدئيا بحكي لنا هذا الكلاس او الكاري كلاس هو عامل انهيرتنس من الفيكل. برضه الكاري كلاس فيه انجن، احنا بنعرف انه كل كار فيها انجن، وهذا الانجن له مجموعه من الصفات. معناها برضو الباص فيها انجن، برضو الطيارة فيها انجن، لكن للباص اشي مختلف، للطيارة اشي مختلف. معناها خليني انا اعمل كلاس اسمه انجن واحطه جوا الكلاسز الثانيين، هاي اسمها علاقة composition. انا بحكي الكار has an engine، في جواها انجن. زي لما نحكي مثلا example الستودنت والميجر، الطالب والتخصص. طيب شو بنفع بينهم؟ بنفع بينهم inheritance relation؟ أكيد لا. لا أنت بتقدر تحكي إنه the student is a major ولا the major is a student، لكن أنا بقدر أحكي the student has a major، إله تخصص. معناها العلاقة هون أنا قدرت أربطها ب has a، إذن هي علاقة composition. فاللي بدنا نتعلمه هون حنبني الكار كلاس بإنه يعمل inheritance من الفيكل وcomposition من الانجن. فالمفروض هذول two classes يكونوا مبنيات في البداية عشان أنا أقدر أبني الكار كلاس. خليني أشيل الحل تاع الشعبة الأولى. أوكي، بس خليني أشيل هذا حل الشعبة تاعت مبارح. ومن هون نشيل كل إشي خاص بالكار، بالمين، بس نكتب مين، أنت مين. اوكي هاي تمام. فكمان مره هون بيحكي لنا if you have the implementation of the two classes already، احنا معطينكم الكلاس اللي اسمه vehicle الانترفيس تبعيته والimplementation للفانكشنات تبعيته، والكلاس اللي اسمه engine الانترفيس والimplementation. خلينا نطلع عليهم بشكل سريع. بيحكي لنا الكلاس vehicle اللي هي المركبه، احنا مختارين فيها ثلاث properties: الويلز عدد العجال، البرايس والكلر. وفيها الكونستركتر بيستقبل ثلاث بارامترز اللي هن بده يوزعهن على الداتا ممبرز، وفي عندي فانكشن انيشلايز. طلعوا برضه الانيشلايز بيستقبل ثلاث بارامترز، وظيفته يوزع البارامترز على الداتا ممبرز. هون الانيشلايز هي نفسها الست، بس حبينا نغير لكم اسم الفانكشن عشان ما تفكروا انه والله دائما خلص لازم اسميه ست او اسميه جيت. لا، فهون الانيشلايز هي setter function تعطي parameters لا الداتا ممبرز اللي موجودين في الفيكل كلاس. وفي عندي function print بده يطبع لي الداتا ممبرز اللي موجودين داخل الكلاس فيكل. وفي عندي الدستركتر، طبعا حكينا ملاحظة الدستركتر مش بالضرورة يكون موجود في كل كلاس. متى لازم يكون موجود؟ فقط في حال انه كان عندي داخل الكلاس pointer باني dynamic allocation، فأنا لازم أهدمها زي ما بنيتها باستخدام النيو، لازم أهدمها باستخدام الديليت جوا الدستركتر. فهون إحنا حاطين الدستركتر بس عشان نشوف كيف تمشي في حالة الانهيرتنس والكومبوزيشن. برضو هاي الكلاس انترفيس الثانية اللي هي الانجن، بالعادة السيستمز الكبار هيك بيشتغلوا، بالأول بيحطوا لي الانترفيس لكل الكلاسز اللي موجودات، بعدين ببلش الامبلمنتيشن تحته، بعدين ببلش ب الدريفن فانكشن اللي هو المين فانكشن. طبعا هي لو نتعلم اوبجكت اورينتد على البرمجيه نفسها حتشوفوا انه كل واحد من هذول الكلاسز رح يكون له ملف مختلف، يعني مش كل المبرمجين بيشتغلوا على ملف واحد، لا احنا بنقسم الملفات وبنشتغل عليها، لكن احنا هون بنشتغل فقط على ملف واحد. فهي الكلاس اللي اسمه انجن، احنا مختارين تو داتا ممبر للانجن اللي هن النمبر لا هذا الانجن رقم المحرك والسبيد تبعيته. وبرضه فيه كونستركتر بيستقبل تو بارامترز بعطيهم للداتا ممبرز، وفيه سيت فانكشن برضه بيعمل سيت للداتا ممبرز اللي موجودين،
والبرنت فانكشن بطبعهم والدستركتر بطبع لي جملة إنهاء للأوبجكت اللي من نوع الانجن. تمام. وهاي الامبلمنتيشن لهم مثلا هاي كونستركتر الفيكل. لاحظوا شو هون عاملين، احنا مستدعين الفانكشن اللي اسمه initialize عشان ايش ما اضل اكرر بالكود اللي انا كاتبه. فالانيشالايز بده يوزع الداتا ممبرز على البارامتر، او عفوا بيوزع البارامتر على الداتا ممبرز اللي موجودين، والكونستركتر استدعاه لانه الاثنين لهم نفس الشغل. فبدل ما اكرر خلص بحكي له اعمل كول مره واحده. هاي البرنت للفيكل وهاي الدستركتر. بنفس الطريقه الكونستركتر للانجن بيستدعي الست اللي اصلا بيعمل سيت للديتا ممبرز اللي موجودين من خلال قيم البارامترز، والبرنت بتطبع لي قيم الديتا ممبرز والكونستركتر بنهي لي اياه. سوري شباب نكمل. تمام. هسا بحكي لنا بدي اكتب الكلاس اللي اسمه كار اللي بده يعمل العلاقه ما بين هذول تو كلاسز. يلا نشوف شو بحكي لنا. الكار كلاس داتا ممبرز بالاضافه للاشياء اللي حيتورثها من الكلاس اللي اسمه فيكل. أنا أسف شباب كمان مرة. بالإضافة للأشياء اللي بدي تورثها من الكلاس vehicle حيكون عنده هاي data members الإضافيين. فخلينا نبلش بالهيدر للكلاس car. فبحكي له class اسمه car عامل public inheritance من vehicle. طبعا ليش حكيت هون public؟ لأنه ما أعطاني نوع الانهيرتنس فإحنا حنعمله public. تمام. لكن لو كان محدد لي السيستم انا بعمله حسب الاشي اللي محدد، ممكن يكون برايفت ممكن يكون بروتكتد. فاحنا بنعمله هون public inheritance مع الكلاس اللي اسمه vehicle. هاي الجملة اللي انا كتبتها مباشرة اعطت الكار كلاس ثلاثة data members اللي هن الويلز والبرايس والكلر، واعطته الفانكشنات اللي هو constructor vehicle الانيشالايز والبرنت والدستركتر. يعني لاحظوا لسه انا ما كتبت ولا شيء جوا الكار كلاس، ومع ذلك صار ماخذ ثلاثه داتا ممبرز واربعه فانكشنز. تمام. هاي من علاقه الانهيرتنس. نكتب الانترفيس ونكتب الامبلمنتيشن للفانكشنات واحد واحد. يلا بحكي لنا الكار كلاس داتا ممبرز فيه تو برايفت ممبرز. بدي اعمل انا برايفت ممبرز اللي هن اللود نوعها انتجر والويت. طبعا اللود اللي هي عدد الاشخاص اللي بتسعهم مثلا هاي السياره، الويت اللي هو الوزن المسموح لهاي السياره. فنحكي انتجر لود ودبل ويت. تمام. كمان شوف شو بحكي لنا. 1 public member عادي يكون عندي data member public. عادي حكينا الفانكشنات ممكن يكونوا برايفت او public. بنفس الطريقه الداتا ممكن يكون برايفت او public. فاحنا هون نحكي له public. في عندي 1 public member اللي هو object ENG of type engine. هاي علاقه الكومبوزيشن. فمن نوع الانجن انا حابني object داخل الكلاس car اسمه ENG. تمام. فهاي الاوبجكت اللي انا بنيته داخل الكلاس اللي هو كومبوزيشن. هاي علاقه الانهيرتنس مع الفيكل، وهاي علاقه الكومبوزيشن مع الانجن. تمام. نشوف شو هي الفانكشنات اللي احنا بدنا نعملها جوا الكار كلاس. اوكي. الكار كلاس فيها A parameterized constructor. فيها parameterized constructor يعني constructor بده يستقبل parameter ويسلمهن لكل الممبرز اللي موجودات داخل الاوبجكت اللي اسمه car. دائما انتم عشان تتخيلوا هذا الاشي او عشان تعرفوا شو هن البارامترز ولمين بده يسلمهن، ارسموا شكل الاوبجكت اللي من نوع الكار. خلينا نرسمه سوا. كمان مره هون هاي الاوبجكت اللي من نوع الكار زي ما حكينا بالاول عامل انهيرتنس من الفيكل. فمبدئيا الفيكل فيها ثلاثه داتا ممبرز اللي هن الويل
will, price, will, color. هذول أول ثلاثة members موجودة داخل الكار. Wheels, will, price, will, color. تمام، هذول من الانهيريتنس. برضو حاكينا انه في عنده تو برايفت خاصات فيه اللي هن اللود والويت، فهاي التو ممبرز الثانيات. دائما اسهل إشي لما بدكم تكتبوا الانهيريتنس او تتخيلوا شكل الاوبجكت بدكم ترسموه، هاي اللود وهاي الويت. وبرضه في عندي اوبجكت من نوع الانجن اسمها اي ان جي، فهاي الاوبجكت اللي اسمها اي ان جي. هيك صاروا الداتا ممبرز اللي خاصين باي اوبجكت من نوع الكار، لكن الانجن موجود جواها تو ممبرز. هذول لا يعتبروا ممبر للكار، هن ممبرز موجودين داخل الاوبجكت اللي داخل الكار. معناها هون انا عندي سبيد، انا ايش قصدي في الكلام اللي حكيته؟ هاي عندي النمبر للانجن وهاي السبيد. يعني هل السبيد هي لها علاقة بالكار؟ يس، بس علاقة غير مباشرة. السبيد هي data member خاصة بالانجن اللي موجود في الكار. يعني هون مثلا لو كان هذا اسمه OBG car، هل بقدر احكي OBG car ضد السبيد؟ لا، هي مش موجودة داخل الكار. object نفسه هي موجودة داخل الobject اللي موجود داخل الكار. فتذكروا الكمبوزيشن كيف بنشتغل فيه؟ من خلال اني استخدم الدوت مرتين. ليش؟ لانه في عندي اوبجكت داخل اوبجكت. طيب كمان مره، انا لما بدي ابني اوبجكت من نوع الكار راح يكون موجود فيها هذولا السبعه ممبرز. معناها المفروض الكونستركتور شو يستقبل؟ سبعه بارامترز يعطيهم للويلز، البرايس، الكلر، اللود، الويت الى اخره. فهي ستيب نمبر 1، عرفنا انه الكونستركتور بده سبعه ممبرز، خلينا نكتبهم. يلا فهي الكونستركتور اسمه كار، اول ثلاث بدي اسلمهم للويلز والبرايس والكلر. خلينا نمشي فيهم بالترتيب، طبعا زي ما بدكم رتبوا البارامترز اللي بدي استقبلها الكونستركتور، لكن بدكم تنتبهوا في الكرييشن يكون الترتيب نفس الترتيب اللي موجود في البارامتر. هون احنا بنحكي له رح يستقبل انتجر ودبل وبرايس عشان الاشياء اللي تورثها دبل انتجر ودبل وسترينج عفوا للكلر، عشان الاشياء اللي تورثها من الفييكل. وبرضه هو عنده لود وويت، فبنعطيه انتجر ودبل. وبرضه بده الاوبجكت اللي اسمها اي ان جي من نوع انجن، بدها نمبر وبدها سبيد للانجن، برضه حيستقبل انتجر ودبل. كمان مره انتم حرين بالترتيب اللي بدكم تستخدموه، لكن تنتبهوا له في الكرييشن. فهاي ناخذه ونكتبه برا الكلاس. انا كتبته هون، اوكي ما فيش مشكله. هي موجود داخل الكار كلاس، تمام. بس هسه بدنا نعطيهم اسماء. خلينا نحكي مثلا هاي W عشان الويلز، هاي الدبل حكينا عشان البرايس نسميها B، وهاي السترينج عشان الكلر نسميها C، وهاي عشان اللود نسميها L، وهاي عشان الويت نسميها WE، وهاي لا الانجن نمبر بدي اسميها EN، وهاي لا السبيد بدي اسميها SP. اوكي هسه بدنا نوزعهم، تمام. فحكينا W للويلز، بصير احكي له هون ويلز بتساوي W، مباشره حيعطينا لو حاولنا نعمل رن مباشره حيعطينا عليها ايرور. ليش؟ بكل بساطه احنا بنعرف انه بالانهيرتنس شو ما كان نوع الانهيرتنس، البرايفت ممبرز حيتورثهم ديرايفد على انهم هيدن. شو يعني هيدن؟ يعني ممنوع يستخدمهن جوا الكلاس. طيب هون انا الويلز والبرايت والكلر اللي تورثهم الكار من الفييكل هن برايفت، فما بيقدر يشوفهم بطريقه مباشره. اذا شو لازم نعمل؟ لازم نستدعي الكونستركتور للبيسك كلاس. طب كيف نستدعي الكونستركتور للبيسك كلاس جوا البدي لكونستركتور الكار؟ لا، دائما كونستركتور الكومبوزيشن
constructor الانهيريتنس بستدعيهن مع الهيدر للديرايفد constructor. شو يعني للديرايفد هيدر الديرايفد constructor؟ يعني هون قبل لا تدخل البادي زي ما عملنا بالكومبوزيشن في نهاية الهيدر لا الديرايفد constructor بحط كولون نقطتين بدي استدعي الكونستركتر للبيس فبحكي له اسم البيس كلاس تاعي فيكل فبحكي له هون فيكل الفيكل كلاس كونستركتر بده مني ثلاث بارامترز انواعهن انتجر ودبل وسترينج فهون شو اعطيه بحكي له مباشره ال دبليو وال بي والسي بارامترز امسكهن وروح فيهن على كونستركتر الانهيريتنس اذا بتتذكروا المره الماضيه في الكومبوزيشن استدعاء الكونستركتر للكومبوزيشن بيكون من خلال اسم الاوبجكت لكن استدعاء الكونستركتر للانهيريتنس بيكون من خلال اسم البيس كلاس هي الفرق ما بين الانهيريتنس والكومبوزيشن دائما تذكروها الكونستركتر او استدعاء الكونستركتر بالانهيريتنس بيكون باسم البيس كلاس استدعاء الكونستركتر للكومبوزيشن باسم الاوبجكت تمام هي بالنسبه للويلز والبرايس والكلر وزعناهن من خلال استدعاء الكونستركتر للبيس كلاس طيب هسا عندي ال والدبليو اي هذا بيعطيهن اللود والويت فبحكي له هون لود خليها بتساوي ال والويلز عفوا الويت خليها بتساوي دبليو اي ضل علي الانجن نمبر والانجن سبيد احطهم جوا الكونستركتر لا اذا بتتذكروا كمان مره حكينا الاوبجكت لازم اللي معمول له composition أو inner object إذا كان له constructor لازم يكون استدعاء constructor في الهيدر للأوتر كلاس فالأوتر كلاس عندي كار بده يستدعي constructor للأوبجكت اللي اسمها ENG طب شو أعمل هنا في عندي constructor بحكي لي عادي استدعي أي عدد من constructors بدك إياه بس حط مبناتهم كم فهون بحكي له الاوبجكت اي ان جي روح استدعي للكونستركتر له خذ الاي ان والاس بي تمام معناها هون دائما تذكروا كونستركتر البيس باسم البيس كلاس او كونستركتر الانهيريتنس باسم البيس كلاس كونستركتر الكومبوزيشن باسم الاوبجكت الانر اوبجكت اللي موجود عندي داخل الكلاس تمام هيك بنكون وزعناهن اول ثلاث راحوا ل الفيكل بروبرتيز الثنتين اللي ظلوا او الثنتين اللي بعديهم راحوا للكار بروبرتيز اللي خاصين فيها والثنتين الاخرانيات راحوا للانجن هيك بنكون انهينا الكار كلاس تمام الفانكشن اللي بعده اسمه initialize شوفوا هذا الفانكشن شو بيحكينا هذا الفانكشن اسمه initialize to set values for car wheels color price load and weight هون ما بده لكل الممبرز لاحظوا احنا هون الكار اوبجكت فيها سبعة ممبرز لكن هون هو حكي لي بس الويلز والكلر والبرايس هذول اللي حيتورثهم من الفييكل واللود والويت تبعينه فنكتب الانيشالايز فانكشن للكار كلاس اللي هو نفسه ستار يعني هو void فانكشن اسمه initialize زي ما حكينا بده يستقبل للويلز والكلر والبرايس انتجر ودبل وسترينج وانتجر ودبل بدي اخذ من هون انتجر ودبل سترينج وانتجر ودبل يعني بيشبه الكونستركتر لكنه ما بده يعطي للانجن قيم تمام فهاي البروتوتايب تبعيته نروح نكتب الامبلمنتيشن له برا الكلاس فويد موجود في الكار كلاس تمام واعطيهن اسماء خليني اخذهن من هون نفس ما سميناهن بس بدون اخر ثنتين اوكي هسه جوا كيف بدي اعطي الويلز والبرايس والكرر قيم حكينا هذول برايفت تورثهم هيدن معناها كيف بدي اعطيهم؟ اعطيهم من خلال الكونستركتر؟ لا، حكينا الكونستركتر ما بتستدعيه الا فقط مع كونستركتر الديرايف. طيب معناها كيف بتعمل عليهم اكسس؟ اذا بقدر ادور فانكشن من خلاله اعمل سيت اللي هو اذا بتتذكروا الفيكل فيها فانكشن بيعمل انيشالايز بستقبل ثلاثه
parameters بسلمها للثلاثة members، فبكل بساطة بحكي له بدي استدعي ال initialize اللي تورثه الكار كلاس من الفيكل، معناها من هون. هل بقدر احكي له هيك؟ اعمل كول لل سوري لل initialize، اعطيها ال w وال b وال c. هون صار في عندي لخبطة. طب ال initialize موجود عندي function في الـ vehicle اسمه initialize، وfunction في الكار برضو initialize. هون الكومبايلر رح يخربط ولا رح يحكي overloading؟ لا، دايما تذكروا معلومة في الـ inheritance ما في عندي overloading، يعني ما رح يميز انه والله الـ initialize اللي بالـ vehicle بده ثلاثة parameters واللي موجود في الكار بده خمسة، فهو رح يروح على اللي موجود في الـ vehicle. لا، بحكي لك هون ما عندي overloading. هنا الـ initialize اللي موجود في الكار رح يعمل override للـ initialize اللي موجود في الفيكل. فحكينا عشان أتخلص من مشكلة الـ overriding، إذا كان في عندي functionين بنفس الاسم في البيس وفي الderived، تاع البيس لازم أنادي عليه باسم الـ basic class مع scope resolution operator. معناه هون بحكي له أنا مباشرة بوجهه على الـ initialize اللي موجود في الـ vehicle class، فبحكي له vehicle scope resolution operator استدعي لي الـ initialize اللي موجود في الـ vehicle من خلال الـ w والـ b والـ c. ضايل على يمين أعطي الـ load والـ weight بنفس الطريقة اللي اشتغلناها بالـ construct. أوكي، نكمل الـ function الثالث. بس ملاحظة هون، طلعوا احنا حكينا انه عشان الكود redundancy بديش اضل اكرر. طب هل ممكن هون بكونستركتر الكار بدل ما استدعي الكونستركترات اروح استدعي الانيشالايز وهو يعمل هذا الشغل؟ لا، في الانهيرتنس ما بسمح لي. ليش؟ لانه بحكي لنا كونستركتر البيس لازم تستدعيه قبل لا تدخل على البادي، معناها هون ما بصير انا استدعي الانيشالايز داخل الكونستركتر تاع الكار. ليش؟ لاني لازم استدعيه قبل البادي، يعني بالهيدر، ما بقدر استدعيه بالهيدر الا من خلال الكونستركتر، بقدرش استدعيه من خلال فانكشن ثاني او اعمل له انيشاليزيشن من خلال فانكشن ثاني. الفانكشن الثالث اللي هو برنت فانكشن، خلينا نكتب الهيدر له بالاول، هو void اللي هو void print. Void موجود جوا الكار كلاس اسمه print. اوكي، شوفوا شو بحكي لنا هذا الفانكشن، to print all information for the car object. يعني شايفين هذا الاوبجكت انا بدي اطبع كل شيء فيه، بدي اطبع الويلز والبرايس والكلر واللود والويت والانجن نمبر والسبيد. خليني اشوف كيف بدي اوصل لهم هذول كلياتهم. حكينا هذولا شو مالهم؟ hidden بالنسبة للأوبجكت، hidden يعني بقدرش أوصل لهم مباشرة. طب كيف بدي أطبعهم؟ زي ما شفنا في عنا function في الـ vehicle اسمه print، بطبع لي الـ wheels number، بطبع لي الـ price، وبطبع لي الـ color. بكل بساطة بدي أستدعي، معناها هون جوا الـ print اللي موجود جوا الـ car بحكي له استدعي لي الـ print. بس في عندي هون شو؟ في عندي overriding، فما بقدر أحكي له print مباشرة، هيحصل بني ايرور انه رح يصير عندي انفينيت لوب، لانه البرنت اللي موجود في الديرايف رح يعمل اوفررايد للبرنت اللي موجوده في البيس، معناها لازم اوجهه مباشره للبرنت اللي موجوده في البيس. فبحكي له فيكل روح استدعي لي الهالبرنت. تمام، فهي الجمله رح تطبع لي الويلز والبرايس والكلر. هسا بدي اللود والويت، كيف اطبعهم؟ او خلينا نشوف شكلهم في السامبل. شوفوا هون كيف طابع لي الكار انفورميشن، بالاول الويل والبرايس والكلر، بعدين الانجن نمبر والسبيد قبل اللود والويت. طيب بدي اطبع الانجن نمبر والسبيد، هل بقدر احكي له سي اوت؟ لا، انجن بي ان جي اسم الاوبجكت دوت مثلا نمبر؟ لا. ليش؟ لانه برايفت، بقدرش استدعيها برا. طب كيف انا بقدر اوصل له؟ بكل بساطه بحكي للكلاس اللي اسمها انجن، الكلاس اللي اسمها انجن فيها فانكشن اسمه برنت. لاحظوا هاي البرنت اللي موجوده في انجن،
تطبع لي الانجن نمبر والانجن سبيد، فما علي الا اني استدعي البرنت للاوبجكت. لاحظوا هون الفرق، فكمان مره هون بحكي له اي ان جي دوت برنت. طلع اذا كان في عندي علاقة inheritance فدائما رح نتعامل مع اسم البيس كلاس مع scope resolution operator، لكن إذا في عندي علاقة composition فأنا بتعامل مع اسم الأوبجكت ودوت، اسم الأوبجكت مع دوت. فهيك بكون أنا طبعت الأشياء اللي تورتها وطبعت الأشياء اللي موجودة جوا الـ inner object تاعه، ضل على يمين ضل علي load والweight زي ما هن موجودات عندي في الطباعة. بحكي له بكل بساطة cout load equal قيمة data member load والweight equal قيمة data member weight. وهيك بكون طبعت السبعة data members اللي موجودين داخل أي object من نوع الcar class. أوكي هاي ضايل عندنا الدستركتر. بحكينا بكل بساطة الدستركتر بس بتطبع هاي الجملة. حكيت لكم هنا الدستركتر مش مهم، لكن احنا حاطينه بس عشان نشوف كيف بده يمشي في الانهيريتنس والكومبوزيشن. فهو كونستركتر للكار كلاس. تمام زي ما حكينا بس جملة سي اوت للجملة المطلوبة. اوكي نشوف بالمين شو طالب منا. هسه بدنا نجرب البرنامج تاعنا. يلا بحكي لنا declare an object of type car اسمها C1 with the following values. معناها انا بعمل create لأوبجكت من نوع الكار اسمها C1، لكن نتذكر الكار class فيها constructor واحد لازم انا التزم فيه، بطلب مني سبعة parameters فلازم اعطيه سبعة بالترتيب. إذا بتتذكروا حطيناهم بالأول الـ wheels والـ price والـ color، فبعطيه إياهم أربعة من الـ wheels، 15,000 للبرايس وريت للكلر، بعدين اللود والويت. اللود معطيني اياه 4 والويت 52. كمان مره هذول بيعتمدوا حسب انت كيف مرتب الكونستركتر عندك. واخر شيء بدي اعطيه الانجن نمبر والسبيد. النمبر معطيني اياه 1 2 3 4 5 والسبيد معطيني اياه 5. وهيك احنا عملنا اوبجكت نفس اللي رسمناه هون، وراح يعطي من خلال الكونستركتر قيم من كل الداتا ممبرز اللي هن من خلال نستدعي كونستركتر الانهيريتنس، بعدين كونستركتر الكومبوزيشن، بعدين كونستركتر الديرايفد كلاس. راح يتعبوا بالترتيب ويلز برايس كيلر، بعدين الانجن نمبر والانجن سبيد، واخر شيء اللود والويت. ليش؟ لانه هيك ترتيب الكونستركتر دائما انهيريتنس كومبوزيشن بعدين ديرايفد كلاس. تمام. نمبر 2 بحكي لنا print the vehicle information for C1. C1 بس الأشياء اللي تورثتها من الـ vehicles اللي هن الـ wheels والـ price والـ color. كيف بده يطبعهم؟ بكل بساطة هذول بطبعهم الـ print اللي موجود في الـ vehicle. فبحكي له هون C1 dot روح استدعي الـ print. لا هاي الـ print على مين حيروح؟ حيروح على الـ print اللي موجودة في الـ car. طب أنا ما بدي الـ print اللي موجودة في الكار، أنا بدي البرنت اللي موجودة في الفيكل. فهون عندي overriding. فبحكي لنا إذا بدك أنت تروح على الفانكشن اللي موجود في البيسك كلاس، إذا بدي تروح على الفانكشن اللي موجود في البيسك كلاس لازم تعطيني اسم البيسك كلاس scope resolution operator. فبحكي له vehicle scope resolution operator البرنت. فكمان مرة اسم الأوبجكت دوت اسم البيسك كلاس سكوب ريزوليشن اوبريتر مع الفانكشن اللي معمول له اوفررايدنج. تمام بس نشوف شكلها في الاوتبوت. هون اشوف شو بحكي لي. بالاول اطبع جمله فيكل انفورميشن بس عشان يطلع معنا الاوتبوت. سي اوت تمام. هاي بالنسبه للمطلوب الثاني. مطلوب الثالث حكينا print the engine information for C1. هو ما بده كل شيء بس بده للانجن بنفس الطريقة. معناها أنا بدي فقط أطبع الانجن speed والانجن number اللي موجودات داخل الـ object ENG.
معناها من هون بكل بساطة بحكي له c1.eng.print. دائما تذكروا مع الانهيريتنس بستخدم اسم البيس كلاس وسكوب ريزوليوشن اوبريتر، لكن مع الكومبوزيشن بستخدم اسم الاوبجكت مع الدوت. كمان مره هون حسب ترتيب سامبل اوتبوت اللي موجود عندي بطبع هاي جمله وينها انجن انفورميشن، هاي بدي احطها جوا جمله سي اوت. تمام، اخر شيء بحكي لي سوري مش اخر شيء، الرابعه print all information for the object c1. بتطبع كل شيء عن c1 اللي هي الكار انفورميشن c out. c1.print. لاحظوا البرنت هاي بتروح على البرنت اللي موجوده في الكار، هاي بتروح على البرنت اللي خاصة بالإنجن، وهاي بتروح على البرنت اللي موجودة في الفيكل. هذول الثلاث فونكشنات بنفس الاسم، لكن واحدة منهم بإنهيريتنس، واحدة منهم بكمبوزيشن، واحدة منهم بالديرايفد كلاس اللي موجود عندنا. اللي بعديها بحكينا declare an object of type car اسمها C2 using default values. أنا بدي أعمل كمان object جديد اسمه C2 من نوع الكار. طيب هون مش معطيني قيم، بحكي لي استخدم الديفولت. بس انا هون عندي كونستركتر لازم التزم فيه، فلازم اعطي قيم. بحكي لي استخدم الديفولت، دائما لما بدك تعطي الديفولت الارقام اعطيها اصفار والسترينج اعطيها امتي سترينج. فهون الويلز 0، البرايس 0، والكلر نال اللي هي امتي سترينج، اللود 0 والويت 0. طبعا هذا الحكي بيعتمد حسب ترتيب الكونستركتر اللي عندك. ضايل علينا الانجن نمبر بعطيه 0 والانجن سبيد بنعطيه 0. فهيك انشانا احنا سي 2 بس ما اعطينا قيم. اللي بعديها بحكي لي ست ذا فولوينج فاليوز فور سي 2. كيف بتعمل لهم ست؟ من خلال الفانكشن اللي احنا عملناه اللي اسمه initialization. هيو الانيشالايز بستقبل البارامترز وبعطيهم قيم. بس طلع الانيشالايز بعطي له الويلز والبرايس والكلر وللود والويت. طب الانجن والسبيد كيف رح نعطيهم؟ خلينا نشوف. هون مبدئيا بحكي له سي 2 استدعي لي الانيشالايز. لازم اكتب اسم الدرايف؟ لا خلص مباشره لانه هو رح يروح الشيء اللي من نوعه. فبحكي له الويلز 3 حسب هو شو معطيني، البرايس 1500، الكلر بلاك، اللود 2 والويت 180. تمام، ضايل علي الانجن نمبر والانجن سبيد. كيف بتعمل لهم هذول ست؟ بكل بساطه بتطلع الانجن كلاس في جواها فانكشن اسمه ست بستقبل تو بارامترز بعطيه للنمبر ولا السبيد. معناها انا طلع علي استدعي الست اللي موجوده في الانجن اللي موجود داخل سي 2. فبحكي له سي 2.eng.set خذ ال الرقم 1 2 3 0 مع السبيد 1. تمام انتهى هون. خيرا نتأكد الا اذا كان في عندنا اي سنتكس ايرور. شو هون بابليك فيكل السطر 26، نتأكد شو الغلط فيا. class car عاملة vehicle. فيها مشكلة بالكتابة. كمان مرة رن. اوكي الكونستركتر شو بحكي لنا؟ الكلاس كار وين السطر؟ خلينا نشوف ايرور ب 68. طيب هيو ماله كار انتجر دبل وسترينج، انتجر دبل وانتجر ودبل. اوكي هاي نقطتين فيكل. هاي كمان مرة كار
car has not. السطر 87. ايش بحكي هون؟ car capital مش small. الا ما يطلع لنا اخطاء طباعه. فعشان هيك يفضل انه دائما تعملوا ال run اول باول، خطوه بخطوه، عشان تخلصوا من هاي السنتكس ما تطلعلكوش مره واحده. طيب عندنا في المين شو هذا الرقم؟ جزء بالغلط. 1 2 3 4 5 هون المفروض كوما 5. اوكي هيك امورنا تمام. للتاكيد هاي سبميت. زي ما حكيت لكم انتم الاحسن كل ما تكتبوا فانكشن اعملوا رن عشان تتاكدوا انه ما فيه سنتكس ايرور. هيك مشيت امورنا وتمام. حد عنده اي سؤال اي استفسار عن اي موضوع شرحناه عن الانهيرتنس او الكومبوزيشن؟ طيب اوكي نشوف البراكتس اللي بدنا نحله. البراكتس بيحكي لنا ريستورنت كلاس. هون شوف شو بيحكي لنا. Using building and person classes are. في عندي كلاسين، الأولى اسمها building والثانية اسمها person. بحكي لنا write the header and the implementation of the class restaurant. بدنا نعمل function، sorry class اسمه restaurant. طيب قبل ما نكمل قراءة، هسه الريستورنت شو علاقتها بالbuilding بتتوقعوا؟ inheritance ولا composition؟ خلينا نشوف. بدنا نركب جملة، إذا طلع تركيبها بـ is a رح تكون inheritance، وإذا طلع تركيبها has a رح تكون composition. نقدر نحكي الريستورنت is a building؟ yes، بالأصل بالأول بيكون بناء بعدين بيحولوه لمطعم لمول لمثلا محل أواعي إلى آخره. فعلاقة الريستورنت مع البيلدينج هي علاقة is a يعني inheritance. طيب الريستورنت والبيرسون شو ممكن تكون لهم علاقة؟ شو ممكن يكون البيرسون بالنسبة للريستورنت؟ أكيد رح يكون إما موظف أو أونر. فممكن هذا البيرسون تكون علاقته مع الريستورنت كومبوزيشن، يا بيكون في عندي أونر هو بيرسون بالأصل، يا بيكون في عندي موظف مثلا هو بيرسون بالأصل. تمام. فهون بتكمل بحكي لنا every restaurant is a building و each restaurant has an owner. معناها inheritance مع البيلدينج، كومبوزيشن مع البيرسون، لأنه البيرسون هو بناء عليه أو هو عبارة عن owner. طيب بحكي لنا بالإضافة للإشي اللي بده يتورثها من الانهيرتنس رح يكون عنده two private members، restaurant name نوعها string، و restaurant incomes اللي هو الدخل لهذا المطعم نوعه double. برضه في عندها two protected، أكيد كلنا بنعرف شو يعني protected. البروتكتد نستخدمها بالانهيرتنس إذا بدنا يكون member عندنا available او accessible ما بين البيس والديرايف، فاحنا بنعمله protected. ففي عندي two protected members عباره عن array اسمها m names فيها اسماء الموظفين، وفي عندي m number هي عدد الموظفين زي كانها list مصغره فيها اسماء الموظفين. طبعا هون احنا عاملينها string، ترى ممكن نعملها برضه نوعها person لانه كل person راح يكون في له مجموعة من البروبرتيز اللي هي اسمه، رقمه الوطني، مثلا الادرس تاعه، رقم تليفونه. فبدل ما نكررهن ممكن احنا نعمل برضو علاقة composition انها هاي الاراي تكون نوعها بيرسون مش نوعها string، بس احنا هون مخففينها شوي عاملينها string. بالاضافة لهم في عنا public member هي object اسمه owner من نوع البيرسون، وهي علاقة الكومبوزيشن. معناها كثير سهل الموضوع. عشان اقدر اكتب الريستورانت لازم البيلدينج والبيرسون يكونوا مكتوبات، واحنا اصلا كاتبين لكم اياهم. يعني هاي البيرسون فيها constructor فيها set وفيها get، البيلدينج فيها constructor فيها set وفيها print، وهون عاملين لكم الامبلمنتيشن لهذول التو كلاسز. المطلوب منكم تكتبوا الريستورانت. تمام. نشوف الفانكشنات اللي مطلوبه منا. في عنا ديفولت كونستركتر، كونستركتر بياخذ بارامترز فبده يعمل سيت للفاليوز اللي موجودين. طبعا زي ما انتم شايفين راح يكون في عنده من البيلدينج، هيو من البيلدينج حياخذ الادرس والنمبر اوف فلورز والاريا، والبيرسون اللي هو الاونر تاعه حيكون له نيم وله ايج. بالاضافه لهم حيكون هو عنده ريستورانت نيم وريستورانت انكم
array فيها أسماء الموظفين ورقم أو data member بتخزن لي رقم أو عدد الموظفين اللي موجودين. فالconstructor بده يعمل set لهذول الأشياء اللي عندناهن كلياتهم. وفي عندي parameterized constructor يحكي لي بده سبعة parameters ومعطيني بالضبط لشو هذول البارامترز أو لمين بدي أوزعهم. في عندي function اسمه emulo employee. هذا function زي ما حكيت لكم على list مصغرة إنه بده يستقبل اسم الموظف ويزيدها على list تبعيتي. طبعا مبدئيا الemployee number حيكون صفر، يعني فيش عندي موظفين، بعدين بيبلش يسجل فيهم واحد واحد. كل ما ضاف واحد على الليست من خلال الفانكشن اللي اسمه new employee بده يزيد عدد الموظفين واحد. فهذا كأني بحكي لكم هو insert، بشبه الانسرت على الليست. الفانكشن اللي اسمه print بده يطبع لي كل إشي موجود في الكلاس اللي اسمه restaurant. وفي المين بدنا نجرب نعمل كرييت لأوبجكت من نوع الريستورانت ونستدعي هاي الفونكشنات اللي احنا كتبناها. هسه بس نكمل حله على الباث تو كود ونعمل ران ونعمل سبميت، بنروح بنسلمه على الاي ليرنينج زي ما احنا متعودين كالعاده على الشعبي تبعتنا. احنا شعبي رقم 7، هاي شعبي رقم 7. هاي على اللينك اللي موجود عندي هون اللي هو ابلود ان لاب تاسك لاب 10. طبعا هذا راح يكون اخر انلاب. الاسبوع الجاي ما راح يكون في عندكم انلاب، بس راح يكون في عندنا فقط براكتس كويشن نحله سوا. فكمان مره بس تكملوا بتسلموه هون معكم لنهايه اليوم، بالاضافه للسبمشن اللي حتعملوها على الباث تو كود. حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ اي سؤال اي استفسار؟ طيب خليني اخذ غياب. اللي بيطلع اسمه وبيقدرش يفتح المايك عنده مشكلة يرفع ايده عشان يطلع عندي على القائمة. يلا 13 5. احمد الشامي احمد بطاينة